بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. أهلا وسهلا بكم في محاضرة ظريفة لذيذة أمورة اسمها كيوبيتال فوسة. هي فين الكيوبيتال فوسة يا دكتور؟ أهي أهي حبيبي، أهي قدام الالبو جوينت، قدام الالبو جوينت، اسمها كيوبيتال فوس. ترينجل قدام الالبو جوينت، حدودك من ناحيه الميديال برونيتور تيرز، لاترال بريكوراديالز. يبقى ميديال برونيتور تيرز، لاترال بريكوراديالز، انتظرونا في الفور ارم. البيز بتاع الترينجل خط وهمي بين الميديال وبين اللاترال ايبوكوندايل زيومرس، خط انا كده وهمي بين الميديال وبين اللاترال ايبوكوندايل زيومرس. الايبك بتاعها اوفرلاب اوف بريكوراديالز على البرونيتور تيرس. بص اهي بريكوراديالز نامت على البرونيتور تيرس، ادي الايبك بتاعها. الفلور عضلتين، سوباينيتور لاترال وبراكيالز ميديال، سوباينيتور لاترال وبراكيالز ميديال. هتتلخبط ساعه محل الام سي كيو، مين اللاترال ومين الميديال؟ احفظ قانون كده، اي عضله تعمل برونيشن اند سوباينيشن لازم تنتهي في الريديوس. طب والريديوس لاترال ولا ميديال؟ الريديوس لاترال. طب ايه اللي جاب الكوبتر الفوسه يا دكتور؟ يا باشا العضله اسمها سوباينيتور، يعني سوباينيشن، يعني سوباينيشن. طالما سوباينيشن يبقى ريديوس يبقى لاترال، يبقى اذا البراكيالز هتبقى ميديال. يبقى الفلورا بتاعتها سوباينيتور لاترال، براكيالز ميديال، سوباينيتور يعني سوباينيشن. القانون بيقول كده، اي عضله هتعمل برونيشن اند سوباينيشن هتروح فين؟ تروح في الريديوس، والريديوس موجوده فين؟ ناحيه اللاترال سايد، وبالتالي السوباينيتور لاترال. الروف بتاعها سكن سوبرفيشال فاشيه، لكن في بقى شويه فينز الناس هتدي حقن، ناس هتدي انترافينس انجكشن، ما هو بعد كده تطلع تشتغل مش هتلاقي شغل، فادي حقنه تكسب اي حاجه خلاص. الروف بتاعها شوف بقى هنا كده، سيفاليك فين لاترال، بيزاليك فين ميديال، سيفاليك لاترال، بذلك ميديال، ده كله سيفاليك، ده كله سيفاليك. بص بص سيفاليك ده كده كده بذلك، ارجعوا من محاضره سوبرفيشال فينز اوف زابر لم، اسمعوها اسمعوها موجوده المحاضره، اسمعوا محاضره سوبرفيشال فينز اوف زابر لم، ادي السيفاليك ادي البذلك، بين الاثنين بعضيهم في فين اسمه ميديان كوبيتال فين، ميديان كوبيتال فين. احيانا يظهر فين هنا كده اسمه ميديان فين اوف ذا فور ارم. يبقى هنا كده ثلاثه فينز اساسيين، واحد لاترال سيفاليك، واحد ميديال بيزاليك، بينهم ميديان، واحد وسط ما بين البيزال السيفاليك والبيزاليك، اتجاهه كده من السيفاليك الى البيزاليك، ميديان كوبيتال فين او ميديان فين اوف ذا فور ارم. لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. يبقى الروف بتاعته فيه اربع فينز، ثلاثه كومن سيفاليك بذلك ميديان كوبيتال فين، ميديان فين اوف ذا فور ارم، مش موجود في كل الناس لكن الثلاثه دول موجودين. ثم اثنين كوتينيوس، واحد لاترال والثاني ميديال الفور ارم، لاترال كوتينيوس نيرف الفور ارم، ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ايه اوف ذا فور ارم. ارجعوا من محاضرة المصل اوف ذا فرونت اوف ذا ارم، وارجعوا الى الانسيرشن بتاعت البايسبس، هتلاقي البايسبس بريكاي عنها انسيرشن فين؟ في حاجه اسمها بايسبتال ابنروزس، السيرشن بتاعها في الريديال توبريستي والبايسبتال ابنروزس. هذا البايسبتال ابنروزس هيفصل مجموعه الفينز دي عن تحت منه بريكيال ارتري اند ميديان نيرف. وكان الله سبحانه وتعالى عارف ان ده ذا موست كومن سايت. بص بص ذا موست كومن سايت فرونت ترافينس انجكشن. انت ممكن حضرتك بدل ما تخش كده غصب عنك دخلت كده، فهتخترق
هتخترق البريكل ارتري والميديان نيرف. فالله سبحانه وتعالى راح جاي حاطط لك هنا في الحته دي، بص 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 اهو، راح جاي حاطط لك في الحته دي بايسبتا لابنوروزيس علشان يفصل الفين عن الارتري والنيرف. ادي الارتري والنيرف ادي الارتري وادي النيرف دي. فربنا حط البايسبتا لابنوروزيس اهو عشان يفصل الاثنين عن بعض، بص عشان يفصل الاثنين على بعض الفين عن الميديان نيرف اند بريكيال ارتري. في كده فسه هات فيها ثلاثة ارتري، البريكيال ارتري بالتو تيرمينال برانش بتاعته المر ريديال، يبقى البريكيال ارتري بالتو تيرمينال برانش بتاعته، بريكيال ارتري لما بينتهي هيد ريديال ارتري والمر ارتري، واثنين نيرف يحملوا حرف الدي، ميديان نيرف وريديال نيرف. او واحد يقول لي طب ما الالنر نيرف هنا يا دكتور هنا؟ طب ما ترجع حبيبي للاحداث اللي تمت عند الانسيرشن بتاعت الكوراكو بريكيلز، كان يقول لك ريديال نيرف جه من ورا لقدام، والالنر نيرف مشي من قدام لورا، مشي من قدام لورا. الالنر نيرف يا جماعه بيمشي هنا كده اهو اهو، بص بص اهو ورا الميديال اي بيكوندايل اوف ذا هيومرس. اه يا باشا ورا الميديال اي بيكوندايل of the humerus، لذلك مش يظهر الالنر نيرف هنا كده، ثم تندون اوف باي سيبس. ارجع لمحطه باي سيبس، بص اعمل لو سمحت فليكشن واعمل سوباينيشن، فليكشن وسوباينيشن، هتلاقي التندون اهو، التندون بتاعت الباي سيبس اهو، اعمل فليكشن وسوباينيشن، هعيدها تاني، اعمل برونيشن هيختفي التندون، اعمل اكستنشن هيختفي التندون، اعمل فليكشن وسوباينيشن هيظهر التندون قوي جدا جدا بتاعت الباي باي سيبس، هيظهر في الحته دي، هذا التندون اوف ذا ايه؟ اوف ذا باي سيبس. ليه؟ لان هو بيعمل فليكشن وبيعمل ايه؟ سوباينيشن مع الفليكشن، لكن سوباينيشن واكستنشن لا، يختفي التندون بتاع الباي سيبس. ده كده الكونتنتس بتاعت الكوبتر الفوسة. طبعا الكوبتر الفوسة ده كل الدكاترة أول ما تطلع على طول تشغل في الكوبتر الفوسة. ليه؟ عندك حاجتين تستخدم فيهم. أول حاجة تدي حقن انترافينس في الميديا الكوبتر الفين أو السيفاليك أو البزالك. تاني حاجة بتقيس الضغط. الله يا باشا، بريك الأرض ده هو ده الأرض اللي هيعمل على الضغط. يا جماعة لو سمحتوا لما تقيس الضغط وتحط السماعة على هنا كده تحطها في الكوبتر الفوسة بس ناحيه الميديال سايد، ناحيه الميديال سايد. ليه؟ للبريكل ارتري موجود على الميديال سايد، يبقى انت بتحطه هنا كده على الميديال التندو بتاعت البايسبس اهو. ليه؟ للبريكل ارتري، يبقى ما تحطش الكوبتر الفوسه وتيجي تسمع تقول انا مش سامع، لا اطلع كده ناحيه الميديال سايد، ما انت ممكن تحطه هنا كده اهو، هتسمع هنا كده مش على البريكل ارتري، لا يبقى لما احط السماعه لو سمحت وانت بتقيس الضغط حطه في الكوبتر الفوسه ناحيه الميديال سايد وفوق شويه، فوق شويه اهو، هذا الميديال سايد وفوق شويه عشان تقدر تحس هنا كده البريكيال ارتري، ما تحطوش في الكوبتر الفوسه وناحيه اللاتر سايد، حط السماعه بتاعتك وانت بتقيس الضغط، افتكر الكلمه دي عشان خاطر انا اهو، ميديال سايد في الكورت الفوسة وعلى الميدل سايد وفوق سنة، فوق سنة صغيرة كده عشان خاطر تحس تسمع الايه الضغط، يبقى هنا كده بنسمع الضغط من البريك الارتي في قلب الايه الكوبيتال فوسة. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم، كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.